حملات ينفذها متطوعون لاصطياد الكلاب من شوارع مصر. في معنا شبك بنصطاد بيه، ومعانا تاني مسكات، وفي حاجة اسمها بلو بايب، ده زي ماسورة كبيرة كده، وفي إبرة بنج حقنة زي بتاع الهنود كده زمان، بنحط فيها البنج وهي بتضغط هواء لوحدها. جهود للقطاع الأهلي بعد تزايد شكاوى المواطنين من تكاثر الضواري دون تدخل حكومي سريع. بلغنا كتير وعملنا كتير، فيش حد بيحل حاجة. بتجري ورا الأطفال، ورا الناس بتجري وراهم في العماير، وكتيرة هنا بشكل كتير. بتعمل إزعاج في الهوهوة، وإيه بتهجم على الناس، وبالذات الحريم بتجري بقى وبتخاف تنزل. الكلاب اللي دايرة في الشوارع البلد دي الواحد يخاف عليها منها، من العيال اللي يعدوه. أكيد فيهم مسعورين كتير، يعني إنهم يعدوا العيال خطر على الناس طبعا. عدم توفر أماكن كافية لاستضافة الكلاب بعد اصطيادها وندرة مبادرات التبني دفعت هذه الجمعية لانتهاج أسلوب جديد لأول مرة في مصر. بعد فترة من إن هو محدش يتبنى الحيوان، فبنلجأ، هو طبعا ده دواء مستورد من بره، ده معمول خصيصا للموت الرحيم، فيش حيوان ما بيحسش بأي حاجة، بياخد الأول زي حاجة مهدئة قبل ما هو ياخد الحقنة، ما بيبقى مهادي خالص، ما فيش عفرطة ولا أي حاجة، بعدين بياخد الحقنة دي ما بتعديش 5 ثواني قبل ما الحقنة تكون طلعت بيكون اوريدي هو يعني مات يعني. فبتبقى دي أكتر طريقة أرحم من إن هو طبعا يتسمى أو إن هو يتضرب بالنار. الموت الرحيم قد يكون الملاذ الأخير، لكنه ما يزال مثيراً للجدل. في كلاب الصحراء أحياناً بيهجموا على الأطفال، في أطفال ماتت من الكلاب. فلو أنا كلموني الناس وقالوا لي يا أمينة تعالي خدي الكلاب اللي عندنا، إحنا مش عاوزين نكلم الطب البيطري أو الداخلية عشان الكلاب ما تتقتلش بطريقة بشعة. فإحنا بنعمل أرحم طريقة ممكن كي نخلص بعض المناطق من الكلاب اللي ممكن تأذيها. في المستشفيات الحكومية بالعاصمة يجد هذا الاتجاه من يؤيده ويطالب بما هو أكثر. لو شفت كلب وحش موحش كده وبيهجم على العيال كده من غير سبب، أنا هموت هموت، مش هستنى أصحاب. على الجانب المقابل تدين جمعيات أخرى للرفق بالحيوان قتل الكلاب، وتقترح اللجوء لتعقيمها وإعادتها إلى أماكنها عوضاً عن هذا. أنت قاعد بتقتل خط دفاعك الأول اللي هو كلاب الشوارع في بلد كل مدنها أطرافها صحراوية، منتظر تعمل إيه لما أنت بتقتل الكلاب؟ الناس بتوع الشروق والتجمع والمعادي وأكتوبر لأطرافهم صحراوية، لما أنت بتقتلهم في كلاب الشوارع منتظر لكش من الصحراء، مين بقى اللي يصده؟ فبتضحكوا على الناس، بتصدروا لهم الكذب، بتخلوا المشكلة تزيد بشكل أكبر، وبتسموا كلاب وبتسموا قطط. جدل متواصل في مصر بين من يؤيد الحملات الحكومية للقضاء على كلاب الشوارع وبين من يقول إن هذه الحملات تتنافى مع مبادئ الرفق بالحيوان، كما أنها لن تؤتي ثمارها في حماية الإنسان. علي جمال الدين، BBC، القاهرة.